Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. ممكن نستخدم الفراولة أو التوت البري المتوفر عندكم. نغسله جيد وبنقطع الفراولة لقطع صغيرة. نوضع معلقتين طعام ماء فقط حتى تساعد الفراولة لإخراج السوائل، ما بدي الفراولة تاخذ صدمة الحرارة وتنشوي الشوي. نوضع نصف كيلو الفراولة، تقريبا بياخد 10 دقائق على حرارة متوسطة، النار تكون متوسطة. بعد 8 دقائق بنهرسه بأي أداة متوفرة عنا. هيك احنا هرسنا حسب ما بدكم انتو درجة النعومة. نوضع بديل السكر ستيفيا، النوع والكمية هما اختياري، اي نوع متوفر عندكم حسب ذوقكم او حسب متوفر عندكم موجود بالصيدليات او عند العطارين. بذور تشيا 2 معلقة طعام، هي حتى تمسك الخليط. بنحرك جيد وبنترك وبنسكبه عبوة زجاج وبنتركه حتى يبرد. كل ما برد كل ما كان متماسك أكتر. ما بنوضع الغطاء عليه حتى يبرد تماما. عند ما يبرد بنوضع الغطاء وبنوضعه بالتلاجة. نفس الشيء اللي هو التوت البري، بنوضع معلقتين طعام ماء، نوضع البلوباري نصف كيلو الكمية. نفس الشيء، الاختلاف الوحيد هو المدة. الفراولة أخذت 10 دقائق، هذا بياخد 5 دقائق. السبب إنه ما في سوائل كتير، كل ما كان سوائل أقل كل ما كانت المدة أقل. حتى الفراولة ممكن إحنا نجيب نوع فراولة تانية تأخذ مدة أكتر أو أقل، هو حدود 10 دقائق الفراولة حسب السوائل. الفراولة 10 دقائق والتوت البري أخذ 5 دقائق لأنه في سوائل أقل، هيك أصبح جاهز. نفس الكمية نفس العيارات نفس الشيء، فقط الاختلاف هو بالمدة، هو كتير روعة. والتخزين يجب أن يكون بالثلاجة تخزين. والسكر بديل السكر هو اختياري، احنا ممكن ما نوضعه خالص إذا أنتم مش متعودين على السكر، ممكن ما نوضعه نهائي بديل السكر، هذا هو اختياري. كثير هو روعة، في أمان الله. تزرونا بصفة جديدة، اتمنى الاشتراك بالقناة، إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.